من الآن ندخل على المطار ونعطيكم النبذة من داخل المطار. إذا خارج المطار كان عندكم زحمة في موضوع تغليف الأمتعة فيوجد نفس الشيء داخل المطار والسعر نفس الشيء ما يفرق، فأنتم بإمكانكم تغلفوا الأمتعة داخل المطار مع أنه يكون هنا الزحمة أخف طبعا. فنحن الآن نبحث عن مكان دخول لبدء تسليم العفش واستلام البوردينج لخطوط التركية، واللي تكون من كونتر واحد إلى كونتر خمس.